كان معني بالشخصية المصرية أيا كان رجل أو امرأة، عامل أو مثقف، أو معني بالشخصية المصرية، الهوية، معني الروح المصرية. بتقول لحضرتك قرب الميكروفون. لا خليك عايز أضيف، أنا تحدثت عن هذا الكتاب أكثر من مرة وكتبت عنه، لكن كتبت عنه مقال عن جلل المتن والهامش، لأن في متن في هذا الكتاب وفي هامش. في متن لغة الحياة المصرية، النهضة المصرية من خلال القاهرة، النهضة المصرية في السنة القرن الماضي، يعني في عصر أو في مفصل زمني مهم جدا من تاريخ مصر الحديث وعصر محمد الحالي. في هامش هذا المتن وهو الأصوات المعارضة الصوتية المتمردة أساسا اللي كانت بتتناوب على أعتقد على موقع ريش، وكانت بتتناول الأفكار والرؤى أساسا، وكانت بتتناول أن يعني إزاي كيفية التخلص من المحتل الأجنبي، كيفية التحرر، كيفية الاستقلال، كيفية استرداد مصر وتصبح مصر للمصريين شعار بتاعتهم ثورة 1919. عايز اتكلم عن حاجة تانية خالص، يعني عريان سعد اللي حاول هذا الفتى اللي كان طالب في كلية الطب، اتخذ المتن من نقطة ريش مرتكز الاغتيال رئيس الوزراء يوسف روح الاجتماع، اللي التموا بالتواطؤ مع الانجليز ضد الشعب المصري. في حاجة عايز أتكلم عن جدلية أخرى في هذا الكتاب. هذا الكتاب ليس فقط عين على مقرش على مصر، وأيضا عين على منسوب صقر. في هذا الكتاب شخصية منسوب صقر المبدعة، يعني في بعد بصر التشكيل والفنانة التشكيلية، في بعد ثاني أساسي في الكتاب، في الحكي وتطوير الحكي، تطويره بالزمن، تطوير أساسا ب الوصفات الواقعة في تلك الفترة، يعني وبعدين تطوير الحكي إنه يعني فيه ما فيش تاريخ، لكن فيه يعني محاولة لتجسيد الحالة المصرية من خلال حركة البشر، من خلال دبيبهم في المكان، ومن خلال أساسا تطلعاتهم للحياة أكثر اتزانا، أكثر أمانا، أكثر استقرارا. عين على مصر، يعني هي فعلا انك تكون يعني تكشف أو تختزل أساسا بشكل مكثف جدا شخصية المؤلفة المبدعة المتعددة الملامح الإبداعية. هي شاعرة أيضا، وفي هذا الكتاب منظور شعري في التعامل مع اللغة وفي التعامل معها، سواء في الحكاية في التعامل مع القطع والذهاب للأمام والارتداد للخلف والنبش والكتب، في إن هي تلم جذور لهذه الوثائق وكذلك حتى نتأكد إن هي فعلا هي حقيقية أو هي قابلة أن تصبح حقيقية. في بعد تاني ممكن في جدلية تانية، جدلية العين والعاطفة، يعني هنا في عاطفة اتكلمت عنها النسوان اللي هي كانت يعني وصلت إلى مصر وهي طفلة، يعني بتكتب خمس سنوات، في عاطفة محبة لهذا المكان، محبة لهذا البلد. العاطفة ركن أساسي من الإبداع. ما فيش إبداع بدون عاطفة. اللوحة التشكيلية بدون عاطفة هي محض تجريد مسبوق. الشعر بدون عاطفة هو محض خبط عشوائي. يعني العاطفة صنف أساسي جدا، منتجر أساسي في الإبداع. هنا في علاقة بين العاطفة والعين. العين هنا لا
تقرأ فقط، ولكن الناس تسمع وتكتب وتسرد وتنكش، يعني وتذهب إلى مدى أبعد في وراء الوقائع والأحداث. هذا المدى مرتبط بأنه يعمل نوع من التفصيل من اللحظة الماضية وما يعمل شيئا وما سيحدث لازم. هذه يعني هذه الرؤية النافذة يعني من خلال تراكمات وقائع معضوية وبعدين وتضع منفذا في إطلالة على مستقبل هذه المدينة، مستقبل هذا الوطن، وليس فقط في سياقه المحلي وإنما أساساً في سياقه في جغرافيته أساساً كجزء أو كمرتكز أساسي ومهم وحجر أساسي ومنطق مثال في الجغرافيا العربية كلها. يعني أعتقد أن هذا المنظور هذه العلاقة يعني المنظور بنعوم وثلاثة وعصور ما بين العاطفة والعين كفضاء بصري من جماليات الكتابة لهذا الدمان التي ينبغي أن تدرس بعناية من كشف الأشياء كثيرة جدا، كشف عن سيكولوجية الروح المصرية، سيكولوجية المثقف المصري، سيكولوجية البعد الاجتماعي، سيكولوجية النكتة المصرية، سيكولوجية الكتاب حافل بأشياء كثيرة جدا، يعني حافل تقريبا الكتاب يكون تكون تلخيص لهذه الحالة المصرية، يعني تقريبا يعني هو أطلس صغير لهذه الحالة المصرية في لحظة مفصلية من تاريخ الحدث. شكرا مرة ثانية على هذا الكتاب وعلى الجدل الذي يعني ستتجدد دائما حوله. شكرا لتخصص وسائل. شكرا.